توفي أخي وترك عندي مبلغا من المال قدره 80,000 ريال أمانة عندي، وله ولد وبنت، فأتى إلي أحد أولاده وطلب ذلك المبلغ، فأنكرته بحجة أنه قد وهبه لي وكان أخي يعرف ذلك. ثم جاءت البنت وقالت: ما تركه والدي أمانة عندك، وبعد مدة خفت من أن ينتقم الله مني بسبب الأمانة التي حملتها، فوزعت المبلغ المذكور بينهما بالتساوي، فأعطيت الولد مثل ما أعطيت البنت 40,000 ريال لكل منهما. فسألت أحد العلماء فقال: أنت آثمة في قسمتك هذه وحرام عليك، فهل ما قاله هذا العالم صحيح أم لا؟ وماذا علي أن أفعله الآن؟ أولا، مماطلتك في حق الورثة شيء لا يجوز لك، فالواجب أداء الأمانة لأهلها. ثانيا، قسمتك المال بين الذكر والأنثى سواء، وهم ليسوا في حكم الله سواء، قوله تعالى وإن كان لقوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز تسوية الذكر بالأنثى. فالذي عليك الآن استدراك هذا الشيء، ويلزمك إن أمكن أن تسحبي من البنت الزيادة عن نصيبها ودفعها لأخيها، يلزمك ذلك، أو إن سمح أخوها بحقه لها فلا بأس بذلك أيضا. أما إذا لم يسمح هو بحقه ولم تستطيع سحب الزائد من البنت، فإنك تغرمين للابن ما يكمل نصيبه. الله تعالى أعلم. يعني كان عليها أن تفترض أنهم 3 فتعطي الولد حق 2، نعم، من هذه 80 والباقي للبنت. نعم. إذا لم يكن هناك ورثة غيرهم، المهم أن للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء فيها هذه 80 إن لم يكن هناك غيرهم أو في نصيبهم منها. نعم. يعني حتى لو كان أبوهما ترك هذا المبلغ أمانة عندها لتسلمه إليهما. نعم. بعد وفاته. هو ميراث، يعني يعتبر ميراث. يعتبر ميراثا. نعم. نعم. بعد وفاة والدهما يعتبر ميراث. نعم.